تتضارب مع المعايير الألسنية وتصدر اعتقاداتنا وأحكامنا عندها تقليل من الكذب بخصوص قسم كبير من اعتقاداتنا. لقد عرفت الدكتور نجيب الصادق عندما اقترب نجيب الحصادي منير الطيباوي جامعة تونس المغرب. بالحياة النظرية والعلمية على حد سواء فنحن نطلبها هي أن نكون شبابا. طريقة أنجح لسن القوانين من جهة أخرى هو يتفق مع المركز حول أهمية سايمون كاردر الموصول به تفقه مقدمة ميلاد منصور الحصادي المدير التنفيذي لجمعية بيت درنا الثقافي. نلتقي هذه الأيام باحتفالية العيد الفضي مرور 25 سنة على تأسيس هذه الجمعية، تأسيس هذا البيت الثقافي الذي انطلق في 11/1/97 ليحمل هم الحركة الثقافية وتحريك الراكد وإقامة المناشط. هذه الجمعية قامت العديد من المناشط، ساهمت في خمسينية الشاعر إبراهيم الأسط عمر عام 2000 وأقامت حوالي 400 أو 500 فاعلية، استضافت كثير من الشخصيات على مستوى ليبيا والوطن العربي من شعراء وأدباء ومفكرين، كما أقامت في 2008-2010 مهرجان الأول والثاني مهرجان الأسطى للفكر والفنون والثقافة. هذه الأيام ونحن نحتفل بذكر 25 أقمنا برنامج من مدة 3 أيام على الفترتين الصباحية والمسائية. طه أبو بيضاء أحد أعضاء بيت درنا الثقافي. بيت درنا الثقافي نحن الآن في احتفال افتتاحية بيت درنا الثقافي التي استمرت طيلة 3 أيام وكانت بها مناشط كثيرة، أمسيات شعرية، محاضرات، وأيضا فقرات موسيقية. بيت درنا الثقافي هذا المنارة الثقافية والمنارة العلمية والفكرية التي يعني تشاع من مدينة درنا على كل الوطن. تاريخ طويل من المعرفة وتاريخ طويل من استضافة أسماء كبيرة على مستوى ليبيا وعلى مستوى الوطن العربي في الفكر والفن والثقافة والشعر وكل مجالات الثقافة. نحن نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يوفق هذا البيت وأن يستمر هذا البيت في عمله، لأن فعلا هو صوت المدينة. عندما نقول درنا مدينة الثقافة، مدينة الحضارة، مدينة الفن، فبدرنا الثقافي يأخذ حيز كبير في هذه الجملة، فهو يعني أحد الطاقات أو أحد الوقود الذي يحترق من أجل الثقافة ومن أجل المعرفة ومن أجل التنوير.